أنا منى. صباح. مش الحال. الحمد لله. فإذا جو لايت. صح. أنا سهوا قلت جو لايف. بس بتعزز وسائل الحياة إذا عشنا لايت. ما هيك؟ مزبوط مزبوط فور باتل لايف يعني. نعم. بالآخر أكيد. خبرينا اليوم عن الحميات يلي ممكن تساعدنا بتجنب مرض السرطان. صح. في حمية اسمها الحمية الكلوية أو الألكالين. نعم. صراحة هيدي الحمية مش بس الأشخاص اللي معرضين لسرطان، كل واحد منا لازم يحاول يطبقها بحياته. هي من أحسن الحميات اللي أنا بآمن فيها كأخصائية تغذية. يعني هي بيسموها AAA. ألكالين. ألكالين دايت. نعم. هلا الألكالين يعني بتبلش الفكرة من المؤشر تبول الدم. نعم. اللي اسمه pH أو التقشير الهيدروجيني. نعم. سو اليوم تعرف كلنا تعلمناهم بالمدارس إنه عنا صفر يعني بيبقى strongly acidic حمض كتير. نعم. وعنا الـ14 اللي هو pH alkaline اللي هو الكلوي. شو هي النسبة المطلوبة؟ هو فوق 7 لـ14 يعني بيكون كلوي. نعم. هلا كيف نحن منعرف إنه هول الأشخاص معرضين لأمراض؟ من وراء pH تبول الدم. سو من هون طلعت الحمية الغذائية اللي بتحول الدم من أسيدك لألكالين. كأنها بترتكز خصوصا على الخضروات والفواكه والمي. صح. هلا إذا بدنا نبلش نحكي عن المي، المي وقت نجيب الجالونز بالبيوت نحن بنلاحظ انه pH تبعونه 6.5 لـ7. نعم. بينما في مكانات ونحن جبنا على السنتر اللي عنا وصرنا عم نعطي العالم منهم مكانات بتركبها على المجلى. نعم. بتوصلها على حنفية المي بتحول لك المي ل pH 9. نعم. تخيل يعني اول شيء بيصير جسمك قل عرضه للسرطان ولكثير امراض ثانيه هلا بنحكي عنها. نعم. يعني ضروري انه نكشف نقاوه المي. صح. رح اقول لك ليه. هو الجزئيات تبعول المي بالمكنه. نعم. بيبقوا اصغر من جزئيات المي العاديه، وبهيدي الطريقه بنكون جسمنا عم ياخذ مور مينرالز يعني. نعم. المعادن الاكثر لتكون عندك صحه اكثر. طيب بالنسبه للخضره والفواكه بالالكالين دايت. صح. هل في فواكه وخضروات معينه؟ صح. ينصح باتباعها؟ اكيد. اول شيء الحميه الالكالين، الخضره اللي بتسوى هي يفضل الابتعاد عن البندوره. نعم. عندنا احسن فيها حموضه كمان. فيها حموضه. صح. مع انه نحن اكيد المعده اليوم عندنا pH تبعولها 3.5. نعم. هي بتكون معدتنا حمضيه لانه تقدر تهضم الاكل، بس الدم بيكون تقشيرته تاني. يعني نبعد عن الطماطم البندوره. نبعد عن الطماطم. هلا اذا ما نحكي عن الاساس اللي كثير منيحه، عنا الخس، عنا الخيار، عنا البروكولي، شمندر، الكرافس، الشومر، عنا الأفوكادو من بالدهون هي والبندق واللوز. أفوكادو فيها كتير كوليسترول صحي. صح. فيها زيوت صحية. نعم. بتحارب أمراض الكوليسترول والقلب، بس كمان وبتعطي طاقة. وبتعطي طاقة. ينصح فيها قبل. صح. ممارسة تمارين رياضية عادة. ليك بيعطي أنرجي قبل الرياضة هي أكتر النشويات. الموز كمان. أو الفركتوز السكر. يعني الموز. الموز من الأكل. بس أنا صراحة باخذ الأفوكا. الأفوكا معلومة خاطئة؟ لا. هلا إذا واحد بده ينحف. نعم. الأفضل إنه يتبع حبة أفوكا صغيرة بالأسبوع. نعم. هلا إذا كان مينتنس لا خلاص يعني تثبيت وزن ممكن تاخد نص حبة أفوكا صغيرة كل يوم. طيب يقال إنه الكينوا كمان بهالنظام الغذائي جيد. صح. الكينوا من المأكولات كمان الكلوية. نعم. المنيحة لأنه بتتبع كمان فيها بروتينز وبقلبها شوية نشويات. نعم. بس شو الحمية الكلوية هي البيز تبعولها مرتكزي على درجة أولى إذا بدنا نقول المش منيح. صحيح. هيدا بسألك شو الأطعمة اللي لازم نتجنبها؟ أوكي. أول شيء لازم نتجنب بحياتنا كل إنسان عم يسمعني القمح. يعني أنا بالعيادة جولايت ما بوصف لا خبز قمحة كاملة ولا خبز نخالة. والسؤال بضل يتردد إنه ليه رمونا أنت ما بتعطي كل الدايتشنز بيعطوا؟ لأنه القمحة للأسف بتجي من امريكا مينلي زراعتها. نعم. وبتجي معدله جينيا. سو اليوم نحن كل ما ناخذ هالتعديل الجيني كل ما بنعرض سرطان بجسمنا اكثر. طيب خبز الشوفان. شوفان منيح. عندنا خبز الكينوا منيح، خبز الشيا منيح. هلا البيس انه يكون كمان في جلوتين فري. نعم. يعني خالي من القمح. هيدي كلمه جلوتين. نعم. كمان يفضل التركيز بهيدي المرحله انه نتجنب كل شيء اجبان البان.
وزيوت طبعا. الزيوت المنيحة هي الزيوت المكررة مثل زيت الذرة أو المارغرين. بس الزيت الزيتون دايما ينصح فيه. نعم يفضل الطبخ بزيت الأفوكا لأن بتحمل حرارة كتير قوية. نعم. ولدرجة هلأ نحن عم نعمل منيو لحدا من المخابز الكبيرة بلبنان، عم نعمل البقلوة بزيت الأفوكا لأن بتحمل حرارة عالية. نعم. سو ما بيعلي كوليسترول، يعني تخيل عم تاكل حلو كوليسترول فيه. نعم. طب بالألكالين دايت أو حمية الألكالين قدام مفترض نلتزم؟ يعني ما الفترة المعتمدة بهالحمية؟ هل نقدر نعيش مثلا بدون بروتيين لفترة طويلة؟ هلا هو سؤالك حلو لأنه يفضل تجنب الأسماك واللحوم والدجاج والغنم كمان مش اللحم البقر لحاله. معك حق، في الإنسان يعيش سوبر هيلثي وإيفن ما يأكل أبدا لا لحمة ولا دجاج، هون بصير التركيز عم تاخد الهيلثي من الحبوب، ومين اللي بالألكالين عندك البازيلا هي المنيحة. بس هذه حمية مش طويلة الأمد، يعني بناخدها على مرحلة أو ممكن تكون حمية حياتية. في عالم they are vegan ممكن يعني تكون go life نباتية. يعني معك for life أكيد في عالم نباتية وعايشين صحي مثل نعم. منتجنا اليوم أحمد ياسين vegan لكنا بنقدر لأن بتخلى عن البيت كمان بهالمرحلة. نعم. وصراحة بدي لك شغلة بتجرع الفكرة لكل واحد، يعني اليوم إذا أنا بعائلتي عندي أمراض مثل ترقق عظم الألكالين بيلغي الترقق. إذا عندك حصى كلوي عنا سرطان عنا أمراض قلب عنا سكري. والأهم من هيك العالم نحن عنا مثل تيست بالكلينك بنعمله بالسلايفا وي كان نو من الأول بنعرف بالريق، يعني بتعملوه بالريق. نعم بنقدر نعرف إذا الإنسان دمه أسيدك أو كلوي. يعني أسيد أو كلوي. طيب هل الحمية ممكن تضر ناس؟ ممكن تضر بعض أبداً الأجسام؟ أبداً أبداً أبداً، على العكس مهم واحد ما يعملها لحاله لأنه يتعرف مع أخصائي التغذية، لأنه عن جد من العوارض اللي بنشوفها مثلا أنا بجوات لعندي مرضى بيكون على أساس ما عندهم شيء غير سكري، واحد من المرضى ريحة نفسه كتير بشعة منها حلوة. سو سألته قلت له عندك مشكلة بريحة نفسك بتعرف بهذا الشيء؟ قال لي ايه وشفت حكمه وقالوا لي انه هيدا الشيء لانه شيلت حالي. نعم. فهون انا شكيت انه سرطان صراحة. وطلبت فحص دم شامل وإيفنتشلي بين سرطان بالكبد. هيدا واحدة من الحالات يلي تقشيرت الكبد ما كان بين شيء، طلع بالإباتيتس يعني. نعم. طلع عنده صفيرة وهي اللي ودت لسرطان. نعم. سو اليوم ما في إنسان بيتبع حمية كلوية غير ما بيغلب عملية الأيض إذا كانت واطية منا اللي عنده النصاحة وبدانة بقولوا لك نحن ما بناكل بس ما بنضعف لأنه دمه بيكون أسدك. طيب ذكرنا بمقدمة الحديث معك أنه رح نشير للحموضة، الحموضة. نعم. بالجسم والحميات اللي بتساعد أو صح. بتخفف من الحموضة. صح. خبرينا في شي حمية معينة خاصة لمعالجة الحموضة؟ أكيد أول شغلة بالغير الأكل عنا بنمط الحياة يلي بيتعبوا كتير الإجهاد بيعمل حموضة لو كنت عم تاكل كلوي. دونك التعب بتعرف قدي. نعم. في عرب بيتعبوا وبيشتغلوا ساعات طويلة. تنخفف نعمل حمية كلوية لازم نعمل رياضة 30 دقيقة 3 مرات لخمس أيام بالجمعة. نعم. لأنه للحقيقة العرق يلي منطلعه من الجلد هو يلي السموم اللي عم طلعه بيكون عنا دم كلوي أكتر. نعم. كمان مهم بالأكل نتجنب الكاجو والفستو، وهيدا الشيء العالم بتعرفه بالنيوتريشن نحكي انه they are good منيح لقلنا. لازم نركز على البندق وعلى اللوز. نعم. اللوز بيحتوي كتير من المعادن والكالسيوم كرمال هيك منيح، يعني مثل كأنه كل عنصر غذائي ممكن يكون له بديل. صح. بيعطي يمكن نفس الشهية او حتى نفس الرؤية ايام بتغشوا حضرتكم. طبعا غش صحي بانكم تلاقوا البدائل الذكية انما الصحية. معك حق. وكمان بالاضافة بيرجع لموضوع الكافي القهوة الكافيين اللي بناخدهم هيدا بيزيد الحموضة كتير. صح. بالحمية الكلوية بيقولوا لك انه اذا بك عيش هلتي وما تخطير على بكير تلك شاب لازم تتجنب القهوة لو هي بتعلي عملية الأيض. طب شو البديل عن القهوة؟ الشاي؟ شاي النعناع المتة، وعنا كمان شراب الليمون اللي هو ليمونادا. وكمان هون يفضل دايما اتباع الأعشاب مثل المورينجا. نعم. لأنه بتأمن 36 نوع أنتي إنفلاماتري. نعم. يعني اليوم إذا أنت ضد الالتهابات طبعا
اكزاكتلي بتعمل كثير التهاب بول مثلا. نعم. هون بتنبش على ايتمز اللي هن انتي انفلاماتوري. نعم. طيب سؤال اخير رامونا تنجاوب وعد كمان. أكيد. في هالقد تطور وخلق بالحمية الغذائية بشكل انه ما تكون مملة اليوم. أكيد. يعني فيك تتبع صح. حمية وتكون سعيد بالوقت ذاته. مليون بالمية. وشغلة منزيدها، انا ما بلوم العالم اذا اوقات ما عندهم خلق بقى على الدايت او يطولوا بالدايت. نحن الاشخاص اللي بنضعفهم ببلشوا عنا، في عالم 5 كيلو بدهم يضعفوا، بس بنوصل ل 80 كيلو اشخاص ضعفانين عنا. القصة انه كل جمعتين الحمية تشتغل يتغير الكونسبت تبعولها، لانه نحن بتعرف بنستعمل بدماغنا 3%، سو اللي بيتحكم فينا هو جسمنا، هو بيتحكم فينا. نعم. تما نخلي يتعود على الحمية وعلى الوحدات، كل جمعتين انا بخلق طريقة جديدة. حلو. يمكن اهم شيء نحب اجسامنا، نحب أسامنا حتى هي تتفاعل معنا. نعم. ربنا عطينا نعمة الجسم، لازم نعرف إمتى ونهتم فيه. نعم. رامونا خليل، أنت اختصاصية التغذية. صح. شكرا لك. رح نضل نستقبلك أكيد ونستغل هالإيجابية اللي عندك لو سمحتي. Thank you so much.